the worst enemies of dentists. تمام؟ يعني أنت تتعامل ويا البكتيريا كانوا الأنمي مالتك، يعني أنت بالإندو هو الأنمي مالتك البكتيريا، مو بس بالإندو، بالكاريز، بالتريو، والمدروب. البكتيريا هي المشكلة، فلازم نعرف فكرة عن الميكروبيولوجي بالروت كنال. فالكوزز أوف إبيكابريلانتايتس عندنا إحنا، صح عندك ريفيرسبل بولبايتس، ريفيرسبل بولبايتس، إنفلاميشن أوف ذا بالب نتيجة البكتيريا. بس إذا تطورت الحالة وصار death of the pulp، صار necrosis of the pulp، الحالة راح تتطور من inside the canal تطلع لي برا، صار عندك apical periodontitis. فلذلك أنتوا بالتشخيص مالتكم مال كيس، من تجون تشخصون كيس لازم تفصلون حالة البلب عن حالة البري apical. يعني من تكتب تشخيصك الكامل اللي هو التريتمنت مالتك راح تعتمد عليها، حتى من ناحية الانتيبيوتيك ديسكريبشن، البروسيجر مالتك، تشخص status of the pulp و status of the periapical. مثلا البلب عندك inflammation بي، تمام؟ مرات في بعض الحالات يكون associated with periapical inflammation، فمرات فهيج حالة الاكس-راي تحتاج على مود تشوف البريابيكال. البلب تشوفها بالكلينيكال تيست، بالكول تيست، بالهات تيست، تقدر تحدد reversible irreversible bronchitis، تمام؟ بس البريابيكال اريا ما تقدر تحددها، فقط بالبركشن من الدق على التوث، طبعا بالمحاضرة مال دايجنوسيس حكيناها، تحدد البريابيكال ستاتس بالبركشن اوف ذا توث وبالاكس راي تشوف انه اكو بريابيكال ليجن لو لا، تمام؟ فالابيكال بريودنتايتس مرات يطلع عندك بالاكس راي، مرات ما يطلع. اذا طلع بالاكس راي فالتشخيص مالتك راح يكون مثلا نكروسيس، نكروتيك بالب وذ بريابيكال radiolysis أو periapical lesion أو irreversible bronchitis with periapical lesion. مرات في بعض الحالات the pulp of the tooth is not dead yet but there is periapical inflammation. فال apical periodontitis اللي هي عندنا المشكلة اللي دائما متواجدة بالإندو، حددوا ال causes مالتها إنه تكون بكتيريا أو chemical أو physical. طبعا ميلر عالم in 1894 hypothesized that bacteria are the causative agent of apical periodontitis. أول عالم اكتشف إنه البكتيريا هي اللي تسبب لك الأبيكال periodontitis أو المشكلة بالبون outside the tooth. طبعاً different type of irritant موجودة عند البكتيريا. الكيميكال في حالة إنه الirrigation system مالتك ممكن انه الارجنت سوليوشن يطلع عندك فيسبب لك كيميكال ايريتيشن ويسبب لك ابيكال بريدنتايتس، وعندك الفيزيكال نتيجه تروما اوف اوكلوجن. كم عدد البكتيريا اللي او انواع البكتيريا اللي موجوده بالاورال كافيتي؟ عندنا تقريبا 400، وطبعا هسه اكتشفوا ايضا 200، صارت 600 نوع من البكتيريا انفكتد روت كانال. طبعا فانجاي اللي هي الفطريات اوكيجنالي فاوند تو ايضا تكون موجوده داخل هذا السيستم الغريب العجيب اللي هو احنا الايم مالتنا انه ننظفه ونخلصه من البكتيريا حتى هاي المنطقه الابيكال بريدنتايتس يصير بيها هيلينج. احنا مشكلتنا انه نريد نمنع كوميونيكيشن ما بين الاورال كافيتي عن طريق هذا السيستم الى البون. هي هاي شغله الاندو انه تمنع الكوميونيكيشن وتنظف السيستم هذا. يعني انت صح سديته مرات، بس مرات اذا تعوف بكتيريا موجوده جوا بالداخل ايضا تسبب لك مشكله بالابيكال بريدنتايتس او تسبب لك بالبريونيشن بسرعه. طبعا انتوا عندكم الاندو وعندكم ايضا البريو من الجوانب عن طريق البون، ايضا لازم تمنع هذا الشيء. فذلك هو السيستم كامل، الهارد تيشو والسوفت تيشو والبون. شنو السبب اللي يسبب لنا الجسمه الميكروبيال شيفت روت كانال؟ عادة change in the composition of microbiota is due to change in environmental condition, particularly oxygen tension and nutrient availability. مرات تشوف اكو اسنان necrotic pulp بس ما بيها periapical inflammation، ما صاير عندها extension of infection to the bone. اكو بكتيريا موجوده بالكنال بس ماكو فد exacerbation of infection or inflammation. السبب انه الانفايرمنتال كونديشن مالتها تكون ثابته،
بس في حالة change يصير عندنا بالenvironmental condition اللي هي الoxygen tension والnutrient availability راح يصير عندنا shift microbial shift in the bacteria inside the canal. فتصير من non-pathogenic إلى pathogenic bacteria, pathogenic bacteria اللي تسبب لك infection in the periapical lesion. In the very initial phases of pulpal infection process, bacteria are facultative, بمعنى أنه تعيش على الأكسجين واللا أكسجين. البكتيريا عادة تعيش عدة حالات: أكسجين، حالة أكسجين ونان أكسجين state. After a few days or weeks, the oxygen decrease within the root canal, فالبكتيريا راح تتحول إلى obligate, non-aerobic, يسموها anaerobic bacteria. فالميكروبيال شيفت ان ذا روت كانال مهم جدا من انه يسبب لك المشكله بالبريوديشن. فتشوف انه بالروت كانال سيستم عندك تو بارت، الكورونال ريجن وعندك الابيكال ريجن. هاي الكورونال ريجن سهله التنظيف، ممكن الوصول لها ايضا الميدل، بس الابيكال هي المشكله، خصوصا اذا اكو راميفيكيشن تفرعات للروت كانال سيستم، فبصعوبة انه هاي تنظفها. يعني هاي انت بالفايل المين كانال تقدر تنظفها بالفايل وبالإيريجيشن، بس هاي التفرعات صعب انه تكمل عملية التنظيف. فتكون البكتيريا هنا او الانفيرمنتال كونديشن بالكورونا تكون هاير اوكسجين تنشن، قلنا الاوكسجين والنيوترينت هن الانفيرمنتال فاكتورز اللي تحدد لك نوع البكتيريا اللي موجودة. فبالسوبرفيشال القريبة على الكراون اللي عادة اكو اكسجين بسهولة واكو نيوترينت تجي من السلايفة، فطبيعة البكتيريا هنا تختلف عن طبيعة البكتيريا. طبعا هنا هاي البكتيريا بالبيريابيكال ليجن بتكون قريبة على البيريابيكال اريا اوف ذا بون. فبالكورونال عندك هاير اكسجين تيشن، نيوترينتس فروم ذا اورال كافيتي اللي هي عادة تكون نوعية كاربوهيدرات نتيجة السكريات اللي تاكلها، فهاي كلها راح تحدد لك نوع البكتيريا اللي هنا. هاير بكتيريا كاونت، عدد البكتيريا هنا اكثر، المايكرو اورجانيزم تكون مور اكسسبل تو تريتمنت، معناها البكتيريا نقدر نوصلها بسهوله. اولا الكنال عريضه، وثانيا الكنال تكون كورونا فتقدر توصلها بسهوله. مقارنه بالابيكال ريجن يكون لور اوكسجين تيشن، الاكسجين قليل هنا كلش، فنوع البكتيريا تكون اوبليجيت انيروبيك بكتيريا. طبعا مزعجه جدا لانه تسبب لك انفكشن كلش قوي. انيروبيك بكتيريا النيوترينتس ايضا فروم ذا بيريرابيكولار تيشو اللي هي تجي منها بالعكس على شكل تيشو فلويد، بتكون بروتينز اند جلايكوبروتين، فهذني راح يحفز النمو بكتيريا معينه بتكون ضاره جدا او باثوجينيك اكثر من الكورونا الفار. اللور بكتيريا كاونت يكون عدد البكتيريا قليل بس نوعيتها جدا فايرلنت. البكتيريا ليس اكسسبل تو ذا تريتمنت ميجر اللي هي تريتمنت ميجر اللي عندنا الانسترومنتيشن والاريجيشن. شنو انواع البكتيريا اللي موجوده عندنا؟ الجرام نيجاتيف بكتيريا اللي مثل الفيوزوبكتيريوم، دايليستر، بورفيمونوس، بروفيتيلا، تانيلا، تريبونيما، كامبيلوبكتر، جيولانيلا. وعندنا الجرام بوزيتيف بكتيريا، الباربيمونس، فيليفاكتر، سودرامكتر، أرسينيلا، اكتينومايسيس، بيبتوس بروتوكوكس وسيتريبتوكوكس، بروبينوبكتيريا واليوبكتيريا. هذني عندك انواع البكتيريا اللي موجوده، كل واحد له افكت. طبعا ما تلقي بكتيريا واحده بالكنال، تلقي مجموعه بكتيريا. هسه احكيلكم عليها الكوميونيتي اوف ذا بكتيريا انسايد ذا كنال. فمرات يصير change in the environmental condition, oxygen and nutrient, فتصعد وحدة أو مجموعة من البكتيريا على الثانية فتسبب لك المشكلة مال periapical periodontitis. عندنا بروتين and glycoprotein from tissue fluids and exudate that seep into the root canal system via apical and lateral foramen. مثل ما قلت لكم منا الapical foramen واللateral foramen، فيصير عندنا seepage of tissue اللي هي محملة بالبروتينز والglycoproteins
فهذا السورس الثاني of nutrients of bacteria. السورس الثالث عند the components of saliva that penetrate coronally into the rucula. فلذلك احنا نستخدم دائما rubber dam ونحاول isolate the tooth during the procedure of root canal حتى نمنع اي سلايفة تدخل او اي bacterial irritant. Products of metabolism of other bacteria. مرات البكتيريا تعيش على products of other bacteria فلذلك ما تشوف انه بكتيريا واحدة تعيش وحدها وانما مجموعة من البكتيريا. شنو هي modes of entry for bacteria to the pulp as follow. شنو هي الطرق اللي تخلي البكتيريا تدخل الى التوث او root canal system. عندنا اولا شيء through the carious cavity معروفة هاي لكم caries ببكتيريا goes inside the pulp chamber and so on. أو الطريقة الثانية through the dentinal tubules as in contamination during cavity preparation through exposed root surface and surfaces with erosion, abrasion and attrition. مرات تجيكم كيسات بها erosion, abrasion and attrition. تشوف ان انفيتال تسوي له تيست تشوف ان انفيتال السبب مالته يا اما من التروما مال اوكلوجن كونتينوس تروما صار نان فيتال بول فمن تفتحها ما تشوف بي ريحه التوث ما تشوف بي ريحه تشوف نان فيتال توث بس بي ريحه دائما التوث من تفتحها ما تدري يسوي اندو اذا اشتميت ريحه قويه معناها انه اكو بكتيريا إذا اشتميت ريحة قوية معناها أكو أن إيروبيك بكتيريا موجودة إنسايد ذا كنال فلازم تعالجها ريحة مال باص أكو واحد يشتغل عنده قبل؟ يشتغل؟ يعني كان نكروسيس لو إي نان فايتال لو فايتال إي النان فايتال النان فايتال عادة إذا كان إنفكتد تكون بي ريحة كلش فمرات الدنتانال توبيولز تعبر لك البكتيريا بدون كيريز وانما تعبر البكتيريا نتيجة هاي الكونديشن اللي هي الاروجين ابريجين انتريشن توصل الى البالب تشامبر وتسبب لك نيكروسيس اوف ذا بالب او تسبب لك انتريشن شلون بكتيريا موجوده بكتيريا يعني انفكتد اذا ما في معناها نسبة انفكشن قليلة بس مو معناها مغطى اشتغلتوا من دول وبعد؟ وهو الباب تشو فتوصل للبكتيريا تسبب لك الانفلاميشن تمام بس الروت كانال سيستم بعد ما صاير بي انفكشن دكتور جد شلون اقدر احدد الدقه يعني انه فقط كل فتره شوي واصل صعب بالانفكشن او بالانفلاميشن يصير عندك بلاد فيزل كل شيء هواي تمام فبني يزداد عندك البليدنج معناها انه عندك الانفكشن اعلى فاذا طولت اكثر من فتره معينه ما تفيد تسوي لازم تشيل الباور وتسوي روت كانال روت كانال فيكم
لانه افضل فيلينج للروت كانال سبيس اللي هو الفايتال بالك. تمام، ما ممكن الجتابيركا او السيلر راح يكون مثل الفايتال بالك. فاذا حافظت على الفايتال بالك يكون احسن مما انه تسوي الروت كانال. تمام، شو تخلص هي هاي من البريدكتبل هناك فلوس وشكاوي ودعاوي. تمام، فانت سويت له كورونا بس انت ايش مدري كيف انفلاميشن منازل بالراديكولار، خلي له المثيره وتسوي له بروسيجر وسرعتين روح اشتكي. يعني اكو شيء اسمه بريدكتبلتي، يعني انت من تسوي تريتمنت كي تعرف هاي راح تضل عندك 5 سنين لو لا، مو تسويها يوم وثاني يوم يجي دعاوي ومشاكل، يعني اشتكي عليه ويرجع فلوسه وزياده ومن هالامور هاي. فبريدكتبل اي تمام، بريدكتبلتي كلش مهمه. هناك من يجي المريض يقول له اريد اني علاج يقضي 5 سنين ما في مشاكل، 10 سنين ما في مشاكل. فالروت كانال بريدكتبل بس ايضا فيها مشاكل، يعني مثلا تكسر السن، السعر مالته كلش غالي، فهواي بها مشاكل. تمام، بس وهسه طبعا مبدا التوكسيك توث اللي يحكون بيه انه لها علاقه بالقلب ولها علاقه بالمشاكل مال الجسم، بس هذا كله حكي جماعه الامبلانت حتى يتخلصون من الروت كانال. تمام، يعني شغله تجاريه بس البريدكتبلتي مهمه. البلبوتومي دا يشتغلون عليها هسه بحوث، يريدون يشوفوها انه بريدكتبل ولا لا. فعندنا السورس الثالث ثرو ذا ايبيكال فورامين، يعني مثلا عندك يجي تجي البكتيريا مو من الكراون عن طريق الكيريز او ولا من الديتانتوميل، تجي عن طريق الابيكال فورامين. شلون هاي؟ ان ادفانس بيريودنتايتس، في حاله انه عندك بيريودنتايتس نازل عندك ثرو ذا بون واصل للابيكال فورامين، يعني مسوي عندك بوكيت واصل عندك للابيكال فورامين، فالبكتيريا راح تدخل عن طريق الابيكال فورامين فتسبب لك انفكشن ان ذا وتسبب لك روت كانال تريتمنت. تشوفون يعني مصادر البكتيريا منين تجي. فادفانس بيريودنتايتس ممكن انه تقدم لك مايكرو اورجانيزم ريتش ذا ابيكال فورامين اند ذن تو ذا بون، او عن طريق البلاد ستريم. هاي الحاله يسموها اناكورويسيس، ثرو ذا بلاد ستريم فولوينج تروما اور انفلاميشن تو ذا بون، اني بكتيريا ان ذا بلاد مايت بي اتاك attracted to the pulp causing pulpitis. أو through faulty tooth restoration، مثلا الأمالغام قديمة ممكن تدخل بكتيريا عن طريق الدنتانا توبيلز وتوصل للبلب. أو through extension of periapical infection from the adjacent infected tooth. الباثوجينيستي تعريفها نقول على البكتيريا pathogenic أو non-pathogenic، the ability of the microorganism to cause a disease. Usually the common cell and opportunistic are not pathogenic. The common cell اللي هي البكتيريا اللي عايشة ويانا دائما موجودة على التوث هي تكون عادة not pathogenic. The virulence تعريفة the degree of the pathogenicity of microorganism أو بمعنى أنه the degree of damage can be caused by to the host. The primary pathogen اللي هو microorganism that causes a disease in a host، بمعنى انه هذا المايكرو اورجانزم ما موجود عندك بس اذا اجى راح يسبب لك مرض او يسبب لك مشكله. الاوبورتونيستيك باثوجين هو مايكرو اورجانزم او بكتيريا عايشه عندك بس في حالات معينه نتيجه ديكريز ان ذا ريزيستنس اوف ذا هوست تصير باثوجين. مايكرو اورجانزم ذات كوز ا ديزيز اونلي وين ذا هوست ديفنسز ديكريز، فهي موجوده بس تتحول باثوجين في حاله اللو اميونيتي. عندنا شنو هو اللي يحدد انه هذا الانسان راح يصير عنده انفكشن وهذا الانسان ما يصير عنده انفكشن؟ لنفرض انه البكتيريا متشابهه عند الشخصين. تمام، بس هذا يصير عنده انفكشن بريابيكال انفكشن، هذا ما يصير عنده بريابيكال انفكشن. هاي تعتمد على الاميونيتي اوف ذا بودي. الاميونيتي اوف ذا بودي او الريليشن ما بين الاميونيتي وما بين الباثوجين، فهاي يسموها host parasite interaction، تعتمد على الميكروبيال فيرولنس فاكتور والهوست ريزيستنس فاكتور. فلنفرض انه هاي ثبتت فتعتمد على الهوست ريزيستنس فاكتور، بس هي فاريبل من انسان الى انسان، ماكو مايكرو اورجانيزم تشبه المايكرو اورجانيزم مال اذر هيومن.
فشنو المايكروبيال فيرولنس فاكتور؟ عندنا المايكروبيال برودكتس النتائج او التوكسينز اللي تفرزها البكتيريا، عندنا الستراكشرال كومبوننتس اوف ذا بكتيريا مثل البيلاي والفلاجيلا اند سيل وول اند سيل ميمبرين اللي هي خصائص لبكتيريا معينه ممكن ان تكون كفيرولنس فاكتور اوف ذا بكتيريا، تحدد تقول لك ان هاي البكتيريا تكون مور فيرولنت دان ذا اذر. وعندنا الابيليتي تو فورم بايوفيلم فورميشن. فعندنا الاندوتوكسينز الميكروبيال برودكتس اللي هي الموجوده عندنا اللي تفرزها البكتيريا، عندنا الاندوتوكسينز وعندنا الاندوتوكسين انزيمز والميتابوليك اند برودكتس، كل هاي افكت ذا مايكروبيال فيرولنس. فذني اول شيء الميكروبيال برودكتس، وعندنا ستراكشرال كومبوننت اللي حكينا عليها اللي هي السيل وول والسيل ممبرين، كل هاي تأثر أو الفلاجيلا أو البيلاي، كل هاي تحدد لك الفيرولنس أوف ذا بكتيريا. وعندنا الهوست ريزيستنس فاكتور اللي هو تعتمد على الاميونيتي أوف ذا بدي. شنو هي اللي تحدد لنا الاميونيتي أوف ذا بدي؟ عندنا البليتليت فاكتور، وعندنا السيرم فاكتور مثل الأنتي بوديز أي جي جي وأي جي إم، اليوكوسايتيك فاكتور مثل اللايزوزايم اللي وظيفته hydrolyze bacteria cell wall of gram positive bacteria، عندنا الماكروفاج فاكتور والليمفاتيك فاكتور as lymphotoxin and macrophage activating factor، وعندنا السليفري فاكتور as lysozyme and antibodies IgA. فهذين الفاكتورز اللي تحدد لك resistance of the body او نقول resistance of the bone and the pulp. البايوفيل and bacterial interaction. شنو هو البايوفيلم؟ طبعا البكتيريا مثل ما قلت لكم ما تقدر تعيش بكتيريا وحدها، لازم تعيش عن طريق بايوفيلم او كوميونيتي. فهذا الكوميونيتي يسمى او يطلق عليه بايوفيلم او مايكروبيوتا. The community forming ability is essential for microbial survival in all environments. Most of the microorganisms in nature grow and function as members of metabolically integrated communities called the biofilms. فالبيوفيلمز هي عبارة عن مجموعة من البكتيريا على فد ماتريكس معين. البيوفيلم a multicellular microbial community embedded by cells that are firmly attached to a surface and enmeshed in a self-produced matrix of extracellular polymeric substance usually polysaccharide. فهذا البوليساكرايد عادة البكتيريا تكون attached to the polysaccharide matrix فتسوي لك البيوفيلم of the bacteria. فهو multicellular microbial community. The ability to form biofilm is regarded as a virulence factor and biofilm infection account for estimated about 65% to 80% of the bacterial infection. يعني معناها معظم الانفكشن راح تكون بسبب وجود بايوفيلم، مو بكتيريا معينه اللي هي الباثوجينيك بكتيريا، بس بسبب وجود بايوفيلم فراح تقريبا 80% of the bacterial infection راح تكون بسبب البايوفيلم. فالبكتيريا سيلز in the biofilm form micro colonies تقريبا 15% by volume that are embedded and non-randomly distributed in the extracellular polymeric matrix. About 85% by volume and separated by water channel. فالحجم الأكبر للبيوفيلم يكون هو عبارة عن 85% من polymeric matrix. فأول ما تجي البكتيريا على السيرفيس اللي هو نقول مثلا التوث surface of the tooth تبدي attached to the surface and بعدين تصير مونو لاير يعني سنجل لاير تمام، بعدين تصير مايكرو كولوني، بعدين تتحول تقوم تفرز الاكزو بوليمريك ماتريكس فتتحول الى بايو فيلم كامل. فلذلك كلش مهم عندنا انه نحارب البلاك. Thank you.
فصلت لك مونو لير بعدين تتحول الى مايكرو كولر. طبعا ووتر شانل موجودة ما بين المايكرو كولونيز في القريبة على الهاي اكسجين تصير ايروبيك والداخلة تكون انيروبيك. Extracellular polymer matrix. مثل ما قلنا البكتيريا راح تفرز البوليمر ماتريكس حتى شلون يصير مثل القاعدة اللي تقدر تلزم عليها أو تعيش عليها. بس هذا البوليمر ماتريكس إله فد شغلة معينة اللي هي part of the scaffold that determine the biofilm structure. فstructure of the biofilm هو جزء كبير يعتمد على extracellular polymer matrix. Biologically active and can retain nutrients, water, and essential enzymes within the biofilm. For that, it is considered biological active component of the biofilm. For extracellular polymer matrix, it is considered biological active component of the biofilm. Why? Because it has nutrients, water, and essential enzymes necessary for the bacteria or the colonies. الوظيفة الثالثة protect the biofilm community from the external danger and may participate in adherence to the surface. شلون البكتيريا ممكن تصير spread بيها inside the body؟ طبعا عندنا ثلاث entities أو ثلاث حالات إنه البكتيريا يصير بيها spread to the body. عندنا البكتيريميا، عندنا السيرفيسيميا، وعندنا السيليولايتس. هذني المودز اوف سبريد اوف بكتيريا ان ذا بادي. في حاله البكتيريميا او presence of bacteria in the blood stream الالفا هيموليتيك ستريبتوكوكاي اللي هو نوع من انواع البكتيريا اللي هي متواجده بجسمنا كثره سواء على السكين او بالاورال كافيتي او مكانات اخرى كان انتر ذا بلود ستريم ديورينج روتين دنتال تريتمنت في حالة إنه الأدوات ما معقمة أو في معظم الحالات يعني حتى الإنجكشن مال لوكال أنستيزيا ممكن إنه يدخل لك ستريبتوكوكال. النورمال بيرسون بالإنسان العادي the bacteria are killed within 10 minutes by body defense mechanism في حالة إنه دخلت للبلاد ستريم خلال 10 دقائق يتخلص من الجسم. بس في حالات معينة نتيجة low immunity نتيجة low body defense يصير عندك نوع من البكتيريميا. هاي في حالات الانفكتيف اندوكاردايتس بتكون خطره. فلذلك دائما البيشنت with روماتويد فيفر روماتيك فيفر لازم نعطي بروفيلاكتيك بيفور دنتال تريتمنت بروفيلاكتيك انتي بايوتيك. فصير عندنا حاله انفكتيف اندوكاردايتس ان بكتيريميا to patient with a history of روماتيك فيفر with cardiac murmur or mitral valve prolapse. بس هاي الحالة مو مثل السبتسيميا. السبتسيميا يكون السبتسيميا غير شكل تكون a serious life threatening bacterial invasion of the bloodstream. It happens when body defense is low or when the infection overwhelms. بمعنى انه تتغلب على الديفنس ميكانيزم. هناك اكو equilibrium يعني ما بين الديفنس ميكانيزم وما بين البكتيريال infection. بس في حالة السبتسيميا يصير عندنا overwhelming infection أو في حالة إنه very low resistance of the body. عادة يكون it is associated with severe signs and symptoms such as severe inflammatory response all over the body. فهاي السبتسيميا. السيليولايتس اللي هو إحنا كأطباء أسنان نتعامل وياه أكثر.
يكون acute infection of the alveolar bone and loose connective tissue. فمن تطلع الانفكشن من البون عادة هي محصورة بالcortical area. فمن تطلع outside the cortical bone راح تنتشر عن طريق soft tissue اللي هي cheek, muscles. تمام؟ فهاي الحالة يسموها cellulitis. Acute infection of alveolar and loose connective tissue and it is diffuse spread of infection. Clinically in endodontic cellulitis is called flare up. فمرات يصير عندك يجيك هو البيشنت flare up او يكون عنده ورم في المنطقة او ورا الفيرست فيزيت او ورا السكند فيزيت ممكن يصير عنده في حالة انه انت اثناء الشغل debris of dentine اندفعت inside the periapical area, defense of the body قليل فصار عندك spread of infection. طبعا هو البون in the periapical area محاط بcortical bone طبعا of the mandible of the maxilla فكور. بس من تطلع الانفكشن عن طريق الفيستولي او عن طريق من تعبر الcortical bone راح يصير diffuse فيصير عندنا cellulite يصير diffusion of infection to the soft tissue فيصير عندنا ورم. بس هي إذا confined within the bone تقدر تسيطر عليها. بس مرات يصير عنده ألم كلش قوي نتيجة confined ما تقدر تطلع فيصير عنده ألم كلش قوي. ففي هيك حالة لازم نسوي drainage. طبعا drainage نحكي عليه بال treatment of flare. تمام؟ فلازم نسوي drainage حتى تخلص البريشر اللي موجود inside the bone. بس في حالة إنه اخترقت البون الانفكشن وطلعت راح تنتشر عن طريق تصير على شكل سيلولايتس. إحنا نسميه فليرا بالإندو. happen during axis opening because of environmental change of oxygen level in the root canal which enhance the action of facultative bacteria. during instrumentation and obturation when debris or obturation material extrude through the apical fora. فممكن انه هذا يصير بالاندو عادة كثر. بس انت تحاول انه تسيطر على الانسترومنتيشن مالتك الاكسس بريبريشن دائما تستخدم ربر دام الادوات معقمة الصوديوم هايبوكلورايد ضروري جدا بس بدون دفع قوي لانه مرات الصوديوم هايبوكلورايد يسبب لك هاي المشكلة. مرات طبيب الأسنان يضطر إنه يسوي culturing يعني يأخذ sample من الروت كانال ويسوي culture test حتى يعرف شنو أنواع البكتيريا أو ليش إنه الانفكشن عنده persistent. في حالة persistent infection نحتاج نسوي culturing. فأول شيء نسويه to determine the bacteriological status of the root canal حتى نشوف شنو البكتيريا اللي موجودة to assess the efficiency of the debridement procedure حتى يشوف من ناحية النمبر ومن ناحية التايب. يعني انت تسوي instrumentation تسوي irrigation مثل ما قلت لكم chemo-mechanical preparation of the root canal يعني chemical وmechanical instrumentation وirrigation حتى تخلص البكتيريا. بس تريد تعرف انواع البكتيريا اللي بقت وشنو العدد. اهم شيء العدد. العدد كل ما يقل كل ما احسن. و to isolate the microbiota flora for antibiotic sensitivity في حالة persistent infection and resistance profile in cases of persistent infection نحتاج ربنا antibiotic في حالة احنا عادة بالإندو ما نعطي antibiotic ماكو داعي. بس في حالة persistent infection نحتاج نعطي antibiotic فنريد نعرف يا بكتيريا وشنو هو antibiotic sensitive to فنسوي بكتيريا culturing. طبعا هسه حاليا لا تطين يصير ريزيستنس انتيبايتيك ريزيستنس يعني يصير بكتيريا ريزيستنت للانتيبايتيك وتصير مشكله اكبر في حالات معينه. بس بيرسيستنت انفكشن تطين انتيبايتيك اي بيرسيستنت انفكشن لا يعني تسوي انسترومنتيشن تجي تجي تسوي اوبتريشن تحطين بيبر بوينت تطلعيها اكو انفكشن اكو اكزيديت بيرسيستنت انفكشن تسوي كل البروسيجر وركينج ليف ماتش مضبوط السايز نظفته زين الصوديوم هايبوكلورايت تستخدميه بس بعدين persistent infection موجودة. تمام تستخدمين intracanal medicaments بس persistent infection فتضطرين تعطين antibiotics. هاي مثل ما تشوفون البكتيريا اللي ممكن تكون موجودة بالروت كانال سيستم. هنا صورة مكبرة هنا صورة مكبرة
مثل ما تشوفون دينتانال توبولز ودائر مدائرها البكتيريا الموجوده. طبعا هاي انتم بتشوفوها بالعين المجرده بس تعتمدون على الكلينيكال ساينس سيمتومز اوف ذا بيشنت. طبعا هاي موجوده دائما ما ممكن انه تتخلص منها بسهوله تمام، بس البروسيجر المضبوط يخلصك من عدد كافي من عندها، وبالنتيجه راح تفقد جزء مهم من البايوفيل، فاللي باقيات ممكن يموتن او يكونن انار. مثل ما تشوفون هنا بالدنتانال توبولز، طبعا انتم بالكنال اكو دنتانال توبولز بالدنتين تمام، فهي تدخل بالدنتين. فليش اقول لكم الانسترومنتيشن مو كافيه؟ انه تقص دنتين مو كافي نهائيا، لازم عندك ايرجنت يدخل هنا جوا. فهسه يعني الابحار والتقنيات الجديده تحاول انه تستخدم نانو بارتيكلز تشيل الايرجنت او الكيميكال مال ايرجنت عن نانو بارتيكل وتدخل جوا بالداخل حتى توصل الكيميكال ايجنت بحيث يقتل البكتيريا اللي موجوده جوا تمام. فالإيريجيشن جزء مهم من البروسيجر مالك. ليش مهم؟ ليش انا اقول لكم دائما تجيبوا صوديوم هايبوكلورايد؟ نورمال سلايم ما يفيد، انستيزيا ما تفيد، ما ايش تقتل البكتيريا؟ هي ايزوتونيك سوليوشن ما تشتغل. صوديوم هايبوكلورايد وهو نسب معينه، واللي ما يعرف النسب خليه يسالني زين؟ نسبه معينه بحيث تكون بوتنت انف ونات اريتيتنج انف، لانه هو هم اريتيتنج، يعني اذا طلع من البريابيكال هم يسبب لك اريتيشن. فالتوازن لا توازن هي من 0.5 الى 5.25، اقوى شيء 5.25. تقدر تستخدم وسط حسب الكيس، كيسات مرات تستخدم بوتن تمام. فالصوديوم هايبوكلورايد جدا مهم حتى يقتل لك البكتيريا. بين الزيارات ورا ما تخلص البروسيجر تريد تسد بتي اف، لازم تستخدم انترا كانال ميديكمنتس اللي هي تقتل لك البكتيريا اثناء هاي الفتره الاسبوع اللي يروح بها المريض تمام. عندنا مختلف انواع من الانترا كانال ميديكمنتس، عندنا الفينول تايب اللي هي التوكسيسيتي مالتها تقريبا وسط ورا ريجيشن ورا دراينس، يعني انت تسوي انسترومنتيشن اي ما تخلصين البروسيجر مالتك وخليه انترا كانال ميديكمنت تمام. بعد اسئله حلوه لا أنا أسئلة حلوة. لا حتى لو قلت لك ما خليتي ما قالوا لك فورمالي. فعندنا أنواع السبستنس اللي موجودة، عندنا الفينول قديم ما حد يستخدمه، كانفوريتد فينول أيضا قديم، عندنا السي إم سي بي توكسيسيتي مالته شوية عالية، الترايكريزول فورمالي أيضا التوكسيسيتي مالته أعلى شيء تمام، وعندنا الكالسيوم هيدروكسيد بيست اللي هو مو نفس اللي نستخدمه للدايركت بالب كابينج، هذا لا يكون سلو سيتنج، يكون هذا احسن واحد الكالسيوم هيدروكسيد. وعندنا الفوتو اكتيفيتد ديسانفكشن اللي هو هسه احكي لكم عليه. فعندنا خلال 14 دقيقة الترايكروزول مثل ما تشوفون هنا قتل معظم الفايبروبلاست اللي موجودة، الفايبروبلاست الأنسجة الحية. مو أنت مدخل مستخدم مادة لازم تشوف التوكسيسيتي مالتها أيضا، لأن احتمال هاي المادة تطلع عندك من البريابيكال أريا أو تصير تاتش ويا تشو أوف ذا بيشنت، فلازم تشوف التوكسيسيتي مالتها. صح هي تقتل البكتيريا بصورة إفشنت وفعالة، بس مشكلتها أنه سايتوكسيك. فلذلك مقارنة بالكالسيوم هيدروكسيد اللي هو الجسم يستقبله فهو يقتل لك البكتيريا وما يسبب لك مشكلة للسوفت تشو، فيكون مور بايو كومباتبل ذان ذا ترايكريزول فورمالين. فهسه الاتجاه نحو الكالسيوم هيدروكسيد بيست. البيريود اللي مسموحة ويا كل مادة عندك السي ام سي بي، ان ذن المواد اللي نستخدمها اكثر شيء، ما عليكم بالفينول الكنفوريتد فينول بني قديمه، اكثر شيء سي ام سي بي 1 الى 5 ايام، الايفكت مالته 1 الى 5 ايام تمام. الترايكريزول فورمالين 1 الى 7 ايام، ماكسيموم 7 ايام. الكالسيوم هيدروكسيد ممكن انه يطول اكثر من 7 ايام. شلون طريقه الايفكت مالتهم؟ طبعا باستثناء الكالسيوم هيدروكسيد، السي ام سي بي والترايكريزول يصير على شكل فيبر ويدخل عندك بالدنتانال تيوبيوم. فذلك سمير لاير اللي تبقى نتيجه انسترومنتيشن تبقى ديبريز او تشيبس اوف دنتين، هذني لازم تشيلهم
بالايديال الايديال تريتمنت اوف روت كانال ذن لازم يشغل بالاي دي تي بالسمير لاير حتى الفيبر يقدر يدخل عندك بالدنتال تيوبيوز ويحط لك البكتيريا اللي متبقى. الانتي بكتيريال اكشن قلنا ذيك السايتوتوكسيسيتي هذا اني على السوفت تيشو هاي على البكتيريا فيجيبون دش مال البكتيريا ويخلون بيه الماتيريال. طبعا الترايكريزول احسن واحد ما يخلي بكتيريا سي ام سي بي اقل والفينول اقل من ترايكريزول لها سي ام سي بي ايضا هم مفيد. الكالسيوم هيدروكسيد the antimicrobial activity of calcium hydroxide is related to release of hydroxyl ion. ليش هو antibacterial؟ لأنه يحرر لك hydroxyl ion in an aqueous environment. فالhydroxyl ion are highly oxidant free radicals that show extreme reactivity and reacting with several biomolecules. فلذلك هاي الhydroxyl ion هي اللي راح تسبب لك ال killing of bacteria. فالpH يصعد عندك 12 inside the root canal فيقتل لك البكتيريا كلها نتيجة تحرر الهيدروكسيد أيام. وأيضا يكون biocompatible إنه ما يأثر على الperiapical area. Periapical area راح تكون يعني شلون يكون تقدر تستقبل الإفكت of calcium hydroxide. فلذلك إحنا نستخدم الكالسيوم هيدروكسيد بالpulp capping يعني مباشرة على البالبس. بس مو نفس هذا الكالسيوم هيدروكسيد. الكالسيوم هيدروكسيد بالpulp capping يختلف عن الروت كانال. بس مسألة السيتنج مالته. فلما تخلي كالسيوم هيدروكسيد على البالب يصير عندك ديسنفكشن ويصير عندك دينتين بريج يعني البالب يتعامل وياه هو بايو كومباتبل. تمام. مرات نستخدم كالسيوم هيدروكسيد اند انتي بايوتيك بيست في بعض الحالات. لا يصبر فيديو هذا. فهاي مثلا شركة الترادين عندها كالسيوم هيدروكسيد. انتر ابوينتمنت كانال فذلك يعني نستخدمه ما بين الزيارات. خليه بداخل الكنال هذا يعقم لك الكنال كلها خلال الفترة اللي يدز بيها البيشنت. لا خليك خليك بس هو خليك انت بزيارة جاية ان شاء الله بالفاير عادي شو انت شو انت هاي شركة هاي رموبل سؤال شلون تشيله سيتريك اسيد حط السيتريك اسيد هو يموع لك الكالسيوم هيدروكسيد تقدر تشيله تقدر تشيله بالفاير عادي بس حتى هاي اسرع هو يصير سيت بس دون سيت ايوه عندنا التكنيك الاخيره اللي بسيط عادي اسبوع واكثر عندنا الفوتو اكتيفيتد ديسانفكشن هو الباد It is a medical treatment that utilizes lights to activate a photosensitizing agent, the photosensitizer. In the presence of oxygen, the exposure of the photosensitizer, or known as the PS, when it is exposed to light, راح يصير بي عنده formation of oxygen species, مثل singulate oxygen and free radical, واللي تعقم لك المكان. فلذلك تخلي PS أو photosensitizer inside the canal وتوصل له اللايت فيتفاعل أو يتحفز ال PS فيسبب لك release of oxygen and free radical اللي هي راح تقتل البكتيريا. فهو نفس الشيء الصوديوم هايبوكلورايد هم يفرز لك free radical ويسبب لك killing of bacteria. هاي بطريقة أخرى تسبب لك أيضا killing of bacteria inside the dental tube بس عن طريق ال photo activation. هذا عندك جهاز فيبدي تحط الفوتو سنسيتايزر صلت لايت هو بهاي الحاله جراوند سنجلت ستيت يصعد يصير بي اكزايتيشن فيصير اكزايتد سنجلت ستيت ويصير عنده ريلاكسيشن. طبعا هاي الحاله يسموها فلوريسنس من يصعد يصير بي ريلاكسيشن فيصير تريبل ستيت. تمام.
يرجع الى الحالة هاي فوسفورسنس، هاي الحالة يسموها هاي صعود فلورسنس هاي فوسفورسنس. فاثناء هذا يحفز الاكسجين يتحول الى اوزون، وايضا الاكسجين يتحول الى فري راديكال نتيجة هاي التحولات بمستويات الطاقة. فمن اللايت يتحول الى هالمستوى وينزل شوية وبعدين يرجع للمستوى الثاني، خلال هاي العملية يحرر لنا فري راديكال ويحرر لنا اكسجين. هذا مو ضروري تشوفه. فمثل ما تشوفون هنا الصورة، هاي هنا عندك بكتيريا، هنا بكتيريا، هذه تنظفت بالصوديوم هايبوكلورايد، فتشوف اكو باقيه جزء من البكتيريا موجوده. طبعا هاي الصوره مكبره لهاي الصوره. هنا بالباد او الفوتو اكتيفيشن ديسانفكشن فتشوف ايضا البكتيريا تكون اقل من الصوديوم هايبوكلورايد، بمعنى انه يو ليفت ليس بكتيريا انسايد ذا روت كانال سيستم افتر يور تريتمنت. كل ما قل عندك العدد مال البكتيريا كل ما يكون احسن. اكو سؤال معين بعد الان؟ الفلور بس هي ما يعني ما تصير زيرو نهائيا. ما تصير زيرو لا نهائيا، بس تحاول تقللها قد ما تقدر. هسه هذا اخر سلايد. انتيبايتكس اندودونتكس. فشو كنت نستخدم الانتيبايتيك؟ طبعا لازم تكتبون مسألة الريزيستنس اوف انتيبايتيك ريزيستنس بكتيريا، فلا توصفون انتيبايتيك بكل سهولة. يوز وين انفكشن سبريد تو اليفيلر بون مثل السيليولايتس مثل ما قلت لكم. ذا سوالينج اوف ذا اريا اباف ذا اكيوت. صوتكم طلاب عيد صوتكم. Swelling of the area above the accused tooth and the drainage does not relieve the swelling. في حالة إنه أنت سويت drainage حتى تعالج swelling بس ما دا يروح ال swelling. فتستخدم penicillin most of the cases أو amoxicillin with galvanic acid في حالة serious cases. Metronidazole أو erythromycin. As conclusion, unnecessary use of antibiotic increase the risk for developing resistant species of bacteria. إذا تطورت resistant species بعد حتى الانفكشن بتروح. فحاول إنه تتجنب استخدام الانتيبايوتيك في كل حالة.